وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. نرحب بك دكتور بنشرة الثالثة، والهيئة تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة للتأسيس. ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة تنفيذا للرؤية الملكية السامية؟ الرؤية الملكية السامية والمتمثلة في وضع مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء كانت هي الركيزة الأساسية لوضع السياسة الوطنية للفضاء والخطط الاستراتيجية التي نتجت عنها والتي مهدت لتحقيق الكثير من الإنجازات، من أبرزها تأسيس فريق البحرين للفضاء من نخبة من شباب المملكة الذين هم اليوم خبراء البحرين في هذا القطاع، والذين شاركوا في تصميم وبناء وأطلاق أول قمر صناعي بحريني إماراتي ضوء واحد، ويستعدون لتكرار النجاح بمشيئة الله بإطلاق القمر الصناعي البحريني بالكامل المنذر خلال الفترة المقبلة. كما نجحت الهيئة في التفرد على المستوى العربي باستضافة عدد من المؤتمرات المتخصصة رفيعة المستوى، وأنجز فريق المختبر أكثر من 25 دراسة تحليلية تستند على المعلومات الفضائية لتلبية احتياجات أكثر من 32 جهة داخل المملكة، ونشر منتسب الهيئة قرابة 80 بحث علمي في مجلات علمية محكمة وفي مؤتمرات دولية مرموقة، كما حققوا أكثر من 20 جائزة، إضافة لنجاح الهيئة في كسب التأييد الدولي لاختيار مرشحيها لتولي منصب النائب الثاني للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ورئيس اللجنة التقنية التابعة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، إضافة إلى منصب نائب رئيس منظمة الملاحة الفضائية والتي تعتبر أكبر منظمة دولية متخصصة في قطاع الفضاء. كما ساهمت الهيئة في تأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي والتي نشترك اليوم عبر مجموعة من مهندسينا في تنفيذ مشروعها المتمثل في بناء القمر الصناعي 813، كما أعدت الهيئة مسودة أول قانون وطني للفضاء وغيرها من الإنجازات. في سياق هذه الإنجازات دكتور محمد، الآن يعني ما هي أبرز المشاريع التي تعملون عليها في الفترة الحالية؟ في الوقت الراهن تعمل الهيئة على 7 مشاريع فضائية، منها مشروع تصميم حمولة مختصة بالأمن السبراني الفضائي، وحمولة ستثبت على قمر صناعي يدور حول القمر، وحمولة ستثبت على مستكشف سيهبط على سطح القمر، إضافة إلى تصميم مستشعر خاص بمراقبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من الفضاء. كما يعمل فريق الهيئة على تنفيذ مشروع وطني يوظف الذكاء الاصطناعي في الاستشعار عن بعد لبناء قواعد معلوماتية متكاملة تحدث بشكل مستمر، وقريبا ستدشن الهيئة أول محطة فضائية للمدار المنخفض، مع الاستمرار في التوسع في بناء القدرات الوطنية في مجموعة من التخصصات الرئيسية التي تلبي احتياجات الهيئة وتعزز مكانتها على المستوى الدولي. نعم دكتور، لعلي أختم معك بهذا السؤال، ما هي طموحات الهيئة المستقبلية؟ طبعا طموحات الهيئة كثيرة، يمكن من أبرزها البدء في تنفيذ الدراسات الخاصة ببناء المقر الرئيسي والدائم للهيئة، والتوسع في تعزيز الشراكات الدولية التي تحقق المملكة الريادة في عدد من المجالات ذات الصلة. كما تطمح الهيئة للعمل على تصميم وبناء أقمار صناعية أكبر حجما وذات حمولات متعددة لتلبية الاحتياجات الوطنية، و تحويل مختبر تحليل بيانات الصور الفضائية إلى مركز إقليمي، إضافة إلى تطلع الهيئة في أن تنجح مساعيها في تحفيز رجال الأعمال في المملكة على البدء في الاستثمار في مجال الفضاء والتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية. كما تطمح الهيئة في توجيه رواد الأعمال للبحث عن فرص جديدة في مجالات ذات صلة بصناعة الفضاء. نعم دكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.